دلوقتي كان مرفوع فيشه، وده المكالمات الليليه والنهاريه خطوره في حاجه توقف روح فيهم. ده السؤال اللي احنا وده اللي طلب اللي طلبه جميع الاباء والامهات فيها، في حاجه توقف في كحه، انا ما بنامش طول الليل مش عارف اروح مدرسته، الكح لغايه ما يرجع، الكح بقى لفتره طويله، خد مليون علاج وما فيش نتيجه. سو ده بيكون السؤال الرئيسي بيسالونا الاباء والامهات. طبعا الكرونيك كوف بالذات بتوصل يعني انه يقرب للحياه، لان ليها تاثير سيء جدا جدا على الطفل، يبقى قاعد في مدرسته بكح، تبدا الاطفال تبعد عنه، ويبدا المدرسين يكلموا الاهل بليز خدوا الطفل بكح لا اواي. ده ناهيك عن الستريس اللي بتعرض له الكلينكس واللفه على عيادات الدكاتره ومجموعه الادويه، كلنا بنشوف الشنطه اللي بيخش لنا بيها المريض ماسك جميع انواع الادويه وكلها عكس بعضيها، الدراي مع البرودكتيف مع الهيبريدد وكلهم بيتاخد مع بعض. وبالتالي على هذا الاساس احنا لما نشوف الدكتور هيبقى طلب كبير ان احنا ندور على موضوع، احنا اخترنا موضوع الساعه وتشيز كرونيك كف. طبعا يشرفني جدا اني اكون among one of the eminent pediatric pulmonologists amongst Egypt اللي هيكونوا مشتركين معايا في هذه السيشن. طبعا استاذه الدكتوره بروفيسور هاله عمشي هيد اوف بيدياتريك بالمولوجي قصر العيني، and بروفيسور نادر حسن الله بروفيسور اوف بيدياتريك بالمولوجي الازهر يونيفرستي، and my colleague Professor Mohammed Abdelrazik is coming on the way. He's a pediatric consultant and myself as a moderator for this session. وفي الآخر هنفتح الدسكشن لأي سؤال حوالي الكرونيك كف. So عشان أقول إن الطفل ده عنده كرونيك كف، مش أي طفل بيكح بقاله يومين ثلاثة أو بقاله ثلاثة أربع أيام is considered to be a chronic cough. يبقى لازم في ديفينيشن وخط أحمر هنقف عنده ونبدأ to investigate such a case. According to the definition الحقيقه اي طفل اقل من 14 سنه يكح والكحه بتاعته تستمر اكثر من اربع اسابيع ده يعتبر كرونيك كف. قبل كده ما نقدرش نحط هذا الديفينيشن. طب هم استخدموا 4 ويكس ليه بالتحديد؟ بالتحديد لان انا لو عندي اي طفل بيكح اكيوت كف تشيك لاي مشكله، الحد النهائي لنهايه مشكلته لا يزيد عن اربع اسابيع. اذا اي طفل عنده ابرز فيضري كتار او عنده اي مشكله اكيوت كونديشن شود بي اندد بيفور 4 ويكس. اربعه لا، الخط الاحمر اللي عنده تبدا تديفاين المشكله انها كرونيك كف. في نفس التوقيت مهم جدا جدا ان انت تشخص الحاله وتبدا تمانج قبل ما نعدي فتره طويله، لان يعني كل ما الطفل بدا يكح ويكح فترات طويله كل ما تعرض لكومبليكيشنز هنتكلم عنها دلوقتي. وبالتالي الحد اللي احنا بنتكلم عنه هو اربع اسابيع، اي طفل يدور عن اربع اسابيع بليز ديفاين هيم از كرونيك كف. لو احنا بنتكلم عن البريفلنس اوف كرونيك كف، بروفيسور ماجدا would you please tell us about the prevalence of chronic cough? بشكر طبعا الاستاذه الدكتوره هاله على دعوتي للسيشن، وبشكر طبعا اساتذتي في المنصه معانا. الدكتوره هاله الدكتوره نايمات قبل كده ديفينيشن بالنسبه للابيديميولوجي. طبعا هي بالنسبه للكرونيك كف الحاجات اللي يعني زي ما الدكتوره ايمان بتقول ان هي فعلا مور كومن يعني مؤثر شكل الاطفال. انما هي كبريفلنس اتعمل توتالي او دبليو اتش او لا، مفيش ان هي بتعمل فيريز يعني اماكن مثلا عمل حاجه ستادي في استراليا ستادي في ايطاليا ستادي وهكذا. انما احنا بنلاقي احنا موجود حاليا اللي متاح عندنا اللي هو البوست كومن كونسلتيشن اب تو 50% من الجنرال بوبيليشن و 65% اللي هم بري سكول شاندرن في افري في كل شهر ممكن تحصل لهم، ومن 12 ل 15% في الاولدر انفنت الاولدر شاندرن. انما بالنسبه للايديولوجي الدكتوره ايمان عبد اذا الارقام بتاعت البريفلنس بتاعت الكرونيك كف الحقيقه يمكن حتى احنا في اور اكسبيرينس في الكلينيك وفي المستشفيات رايسين حتى ان احنا بنواجه الارقام اعلى من كده. طيب اذا كانت الكرونيك كف مشكله بهذه القدر من القوه وهذا القدر من الانتشار، تفتكروا ليه احنا بيبقى في ديلي في الدياجنوزس؟ لو حطينا بعض ليه بيحصل ليه في الدياجنوزز؟ فاول حاجه احنا مش قلنا بنتعامل مع كرونيك كف بنفس الطريقه، احنا ما عندناش الجوريزم واضح، انا هبدا اعمل اكس راي وانا هعمل سي تي وانا هعمل باكيت ستادي وانا هعمل ايه بالظبط؟ اذا ما فيش ستراكشر واضح يجمع الفيزيشنز كلهم للتعامل مع حاله الكرونيك كف. الحاجه الثانيه واللي احنا كلنا عارفينها الاوفر دياجنوزز اوف
ازمه. اي طفل ليه كح ويطول كحته هو ازمه until proved otherwise which is totally wrong. وبالتالي دي واحده من الاسباب اللي بتخلينا ناجل او اشخاص كرونيك كف ده سوشيال تايم. مهم جدا جدا ان احنا واحنا بنتعامل مع الكف ننتبه للريد فلاكس هنتكلم عليها دلوقتي ونجي نخليك تبدا تنفستيجيت ثرلي وانفستيجيت تيجي واذا الامر احتاج ان نتحوله الى بيدياتر بالمجست I think this will be better. مهم جدا ان انت تحول الحاله للمتخصص في الوقت المناسب، يعني اذا في حدود المعلومات اللي ما قدرتش توصل لتشخيص سليم العيان محتاج فرزر انفستيجيشن، محتاج بروكوسكوبي، محتاج بانيوم ستادي، محتاج اي اذر انفستيجيشن، بليز ريفير للبلمونولوجي بلمونولوجيست لو الامر محتاج. من ضمن الاسباب اللي احنا اتكلمنا عنها هو الريد فلاج. بروفيسور هالا كوتش بليز جيف اس هند على الريد فلاجز اللي عندها لازم تقف ولازم تحول الحاله او اتليست ابدا سرع انفستيجيشنز. هل كل العيانين اللي عندهم كرونيك كف محتاجين ان نعمل لهم انفستيجيشنز زي ما البرنامج بتقول مش هنسهل في الانفستيجيشنز؟ عندي ريد فلاجز اول ما الاقيها لازم افكر اعمل انفستيجيشن على حسب الحاله. اول حاجه الاونست بتاع الكف وين اند هاو وين، لو كده يوميتها الاونست هفكر ان حاجه كونجنتال ابنورماليتي، هبص على الاكزامينشن هل في جريف ليب في افكر تركيز في جي ال فيستيلا نفكر لو في حاجه في اللنج كونجنتال انومالي زي الاسيستيك اكتواتويد مال فورميشن كونجنتال هو الانفيزيما هتبقى حاجه كونجنتال. اند هاو لو ابتدى صادم اونست اوف كف في اي ايج صادم اونست افكر في التوعيات عادي شوكينج ديزود بالذات والام قالت انه كان قاعد بيلعب وفجاه شرق والكف بقى ريزيستنت مفهوم البادي اسبيريشن. طيب يبقى الاونست اند وين كف بتاع تاني حاجه الكاركتر بتاعت الكف هل هي دراي ولا موست؟ لو موست والعيان ده بيقدر يطلع سبيوما او سكريشن يبقى فكر في حالات زي الكرونيك سابيوت لانج ديزيز زي حالات السيستيك فايبروزز. لو في سكريشنز عندي وابتدي اسال عليها في سكريشنز ولا ما فيش؟ حتى لو معاها موكسس او ما فيش. طب هل الكف ريليتد للفيدنج مع الفوميتنج؟ وده سؤال لازم يجي تو كويشن للام لما تقولي البيبي ست شهور او سنه وكل الكف ما بيتحسنش وداخله دخلت على المستشفيات لازم اسال مباشره الولد بيشرب ولا لا؟ بيرجع كتير ولا لا؟ تمام. لو انا عندي البيبي سترايدور لو كرونيك سترايدور ما بيتحسنش مش لارنجايتس عاديه ممكن بقى حاجه كومبريسنج من بره عندي فاسكولار ريت في ليمف نودز موجوده. لا ده لو كف بس يعني سيمبل كف هنسال على الكونسبت وهنسال على الهاو ستارتد والكاركتر اوف كف. هل كف ده معاه اسوشيتد سيستمك حاجات ثانيه غير اللنج؟ هل الكف ده حاجه ثانيه؟ يعني عنده طبي للعيان عنده فيديو بتسرايف اللي هي حاجات كرونيك تقول انا عندي كرونيك لانج ديزيز طبي فيديو بتسرايف في انكريس في انتروبستيريوم بروتجست اعمل اكس راي او سي تي الاقي في اي راديولوجيكال ابنورماليتي. كل اللي احنا قلناه من جوه الريد فلاجز كرونيك كاف سبيسيفيك كوز في سبيسيفيك كوز. لو انا بره النقط دي يبقى انا بدور على كرونيك كاف نون سبيسيفيك كوز زي بتاع الدكتور ايمان بتقول ان هو لازم اعالجه بدري. عيان بقى اللي عنده ازمه، العيان اللي عنده اليرجيك راينايتس، لا يعني ما عنديش سبيسيفيك حاجه في اللنج او الكرونيك لنج ديزيز هو اللي عامل المشكله. دلوقتي احنا لما نيجي نشخص حاله كرونيك كف احنا وي ار كلينيشن افتر اول وبالتالي الهيستوري يعني الهيستوري الاكزامينشن لازم نديله وقت كويس جدا جدا ثم نبدا بعد كده بالانفستيجيشن نيفر تو ستارت تو انفستيجيت ذا كيس من غير الهيستوري اكزامينشن لان قد يحل لك المشكله من غير ما تلجا الى سو اكسبنسيف اند سوفيستيكيتد انفستيجيشنز. واحنا بنتكلم عن الكرونيك كف احنا فضلنا ان المساله تبقى عباره عن سيناريوهات يعني احسن حاجه ممكن نواجهها في الامرجنسي روم او نواجهها في عيادتنا او في المستشفيات. فاحنا تعرضنا النهارده لمجموعه من السيناريوهات الهيستوري اللي بيها العيان وايه الكلوز اللي تقدر تساعدنا في الوصول للدايجنوستيك التارجت انفستيجيشنز اللي احنا بندور عليها. So we are going to start the first scenario. I will invite Professor هالا حمدي to comment on the first scenario. دكتورة هالا. دوت الحالات اللي بنشوفها كتير جدا جدا في المستشفى 6 مانس اولد بيبي بريست فيد جاي بويز وكف 6 بيرس ويوجوالي مع او افتر فيدز.
نفس بالظبط كده. مين مننا ما شربش؟ كلنا بنشرب صح؟ نشرب ونقول حد جاي في سرقتنا فشرقه عاديه ما تقولش ريجارد. لو واحد الشرقه نتيجه ايه؟ لو في اي مشكله في الكوردينيشن زي ما احنا شايفين اثناء التنفس يبقى السوفت بلد بيقفل والايبك لوب ده سوري اثناء البلد بيقفل الايبك السوفت بلد والايبك لوب ستريت يقفل الايبك ويز تمام؟ والعكس اللي بيحصل في حالات السوالو لما لاقوا الناحيه الثانيه واحد بقى سبكونشس بيحصل العكس زي ما احنا شايفين بيبتدي تصاب كاستيكريشن بتنزل اسبيريتد على الهيب ويف. الاسبيريشن هي باسج فلويد او اي كونتنت للهيب ويف والكريتيكال دي سبيكترم كتير جدا. الكريتيكال سبيكترم من اول الاكستريم يا اما سايلنت اسبيريشن باسبيريت ومفيش عندي سيمبتومز الى ماسيف اسبيريشن دي لايف ثريتنج كونديشن. في النص بقى في مايكرو اسبيريشن لكميات بسيطه والكرنت اسبيريشن ريزيستنت اسبيريشن اسبابها كثيره برضه جاسترو سيفجيا ريفلكس ديزيز ديسفيجيا اللي عنده سوالو ديفيكولتيز عنده اكاليزيا نيكروتيكال ديسوردر سواء سنترال سيربرال بولسي او لو في عنده باسل مايوبثي استراكشر ابنورمالتي ده زي لسه قايلها كريفت بلد او دولارينجال كريفت او تراكيوسيفجيال فيستولا. طب العيان اللي عنده ريفلكس ده البرزنتيشن بتاعته بتعتمد على حسب الاماونت اوف اللي اسبريت فيها الريكارنس هل هو بيرسيستنت ولا انترميتنت وعلى ايه اللي بيشرق فيه اللي بيشرق في الريفلكس اللي بيشرق في السلايفا بتاعته غير اللي بيشرق في الاكل وهو بياكل. كلينيكالي البرزنتيشن شبه بعضها كرونيك كاف زي ما الدكتور ايمان قالت اربع اسابيع ريكارنس بليز نيمونيا بقى الاسبريشن بتعمل من برونكو نيمونيا لغايه برونكيتس لو ما عالجش وفي الاخر يخش العيان سبراتو فيليير ويشيل لوب او مشاكل. ابنيا وليديكارديا وسيانوزس عندهم سيبان صغير شويه ويك صابلي هوسنس اوف فويس زي اللي احنا لسه مقدمينه. لو واحد كبير شويه اقول انا حاسس بحرقان هنا فوق على المكان او في الجسم من قدام او لو بعض الاطفال يجيلهم هوسنس قمت بلاقي مشكلتها مش خالص ريفلكس ولا كحه ان طول الوقت صوت ابنها في بحه طول الوقت وبيبقى كبار مش اطفال. أو excessive salivation أو drooling. هل العيان ده محتاج investigations؟ لو عيان كرونيك زي الـ 6 شهور أكيد محتاج investigation. investigation هعمل assessment للـ كـ structure وكـ function وهعمل حاجات أشوف الـ aspiration ده جاي منين. هأسس الـ lung X-ray CT pulmonary function لو طفل كبير وبالف oximeter. طيب محتاج اعمل اسسمنت للاسبيريشن اكيد عندي حاجات كثيره جدا عندي الائمه الفايبر اوبتيك اندوسكوبي ده بيتعمل زمان دكاتره التخاطب بيعملوه الفايبر اوبتيك اندوسكوب فليكسبل اندوسكوب بيعدي بيشوف الموفمنت اثناء السوالوينج بيبقى بيبي صاحي وبيبلع وبياكل وبنشوف بقى السوالوينج لو في ريفلكس او لا او ممكن الفيديو الفلوركوبيك سوالوينج ده هم بيسموه موديفايد بارين سوالوينج البيبي بيشرب اللبن بتاعه او بياكل حاجه ميكس للباقي وبالفلوروسكوبي بقى بعمل اسسمنت للسوالوينج موفمنت اللي عنده. يبقى هقول لو في سوالوينج ديسوردر ولا لا. هعمل اندوسكوبي لو هعمل اندوسكوبي ممكن اشخص اي كونجكت ابنورماليتي هشوف في ريفلكس هشوف كونجكت ممكن فرماتيك ثيرميا بالاندوسكوبي. هنعمل اسوفجيال بي اتش مانومتري الاسوفجيال بي اتش المفروض كام؟ سبعة هتلاقيه بقى أربعة وأقل لما يبقى فيه أسيد ريفلكس. والإمبيدنس تقيس الماء الجريدينت بتاع أو البريشر في اللور إند أوسوفيجيال سفنكتر عشان نشوف هل هي بيبقى فيها كونتراكتد كويس ولا ريلاكسد. والبرونكوسكوبي برضه هيبين لنا لو في أي كونجكت أبنورماليتي تراكيب أوسوفيجيال فيستولا أو أي كول إمبادي بعد كده. دي بعض الصور هنشوفها مفيش خليهم كلهم مفيش كاركترستيك بيكشر للسي تي ولا الاكس راي ان انا اقول عنده مش اول ما اشوف ده اقول عنده اسبيريشن لا مش حاجه كاركترستيك يعني بيقولوا ان احتمال اكتر حاجه اللي هي الابر سيجمنت اوف اللور لوب او البوستيريو سيجمنت اوف الابر لوب لو بيبي جنان كتير لكن بقيه السيجمنت اللي احنا شايفينها ممكن مجرد بس الفيولا انفلتريت في لو مايلد اسبيريشن اللي جنبيها فوق دي هي برونكياكسس ودايليتد ايرويز تحت بايلاترال برونكو نيمونيا اللي هي سيفير كيسز. دي بعض الايام
مفتوحة فده عنده ريفلكس بامب. الناحية التانية ديت اللي هي الفلوروسكوبي اللي بلع البلية مع الأكل. ده البي اتش مانومتري فوق ده النورمال ده سيمبليفايد خالص لان فوق فيه كونتراكشنز او بريستاكسس اللي بتحصل في الاسوفجس وبعدين الاكل اللي بتحت بقى العكس اللي هو الخط الازرق ده بيقول ان اللور اند اوسوفجيال سنتر بتريلاكس عشان تخلي بولس وفود ينزل. اي بقى الوتريشن او اي منفلت هنا بتبني بصوره الكيرفات دي. البي اتش ام دي ده انت كنت عايز تحط صورته هو جهاز بيتحط للطفل 24 ساعه وفي تيوب بتتركب برضه في اللايت دور اند اوسوفجيال سنتر بيقيس البي اتش بتاعت العيان دوت بيشوف اي حد عنده اسيديك ريفلكس اي تايب اوف ريفلكس بقى الكاين ريفلكس ويك اسيديك ويك الكاين وبيقول لي كمان الاميدنس في اللور اند اوسوفجيال سنتر خلال 24 ساعه وهذا الريفلكس دوت كوريتد يعني سيمتومز اللي عند العيان دي ليها علاقه بالريفلكس ولا لا؟ لان احنا ما عندناش اي ايفيدنس ان انا كل ده بقوله اه هو لانج باي باز نتيجه الريفلكس ده ولا لا؟ ولا نتيجه الاسبريشن ولا لا؟ انا حاطط سواء سمارت او ديفيكالتي او لا؟ فهو ده بيقول لي اه الكحه دي نتيجه الريفلكس المره دي، الميز اللي بتقوم بيسمع لها المره دي بتدوس على الزرار اه الميز المره دي ريتد للحاله اللي الريفلكس ده هو بيعمل. يتعامل في الابراج بوزيشن طول ما هو صافي قاعد ولما بينام بيعمله فبيبان كمان اختلاف البوزيشن اللي بيحصل فيه. وده بتاع جروب جولد ستاندرد اللي هو بي اتش امبيدنس احسن حاجه للنوزس اوف جاستروسكوبيا ريفلكس. هنعالجه ايه لو حاله جاستروسكوبيا ريفلكس؟ اول حاجه بوشرنج اسمه. هنحط العيان ازاي؟ هنحطه يا اما برايت بوزيشن هو يقدر يقعد معلش ممكن تحطوا حاجه ثانيه او ان احنا لو هو ست شهور بنعمل له لايف بوزيشن وبنرفعه 30 درجه ما ينفعش نايمه واسيبه خالص وبالذات لمده ساعه او ساعه ونص بعد الاكل ما ينفعش اعلقه خالص. أقول فيدينج بيفور بيد تايم قبل ما ينام لمده برضه ساعه ونص والريبيت ده هيد لمده 30 درجه. في بعض الناس بيروحوا طول رول بوزيشن بس مرفوع برضه 30 درجه بس خلي بالك يعني لو في صادر انفر بيسن دور لو كبير شويه بعد ست شهور ممكن نحطه لكن غير كده ما تخافش صادر انفر بيسن دور. تاني حاجه رياكت موديفيكيشن هنعمل ايه لو هو بريست فيت هنقول له ياخد سمول اماونت وفريكوينت ايز لو ياخد ارتفيشال فورم هنعمل لها سيجننج ونشجع الاكل بتاعه لو عنده سمول وديفيكالتيز في رياكت موديفيكيشن بتخليه بقى ياكل حاجات سيمي سولد الاول وتزود الاتحاد لو بيأس في حاجات الليكويد يبقى كل شويه بنقلل الريسبونس بتاع الحاجه اللي بياكلها او العكس لو بيحصل له سمول في حاجات التانيه هنزود بالراحه. برضه سمعنا في سبيتش ثيرابي لما بيبقوا قاعدين معانا في حالات اللي زي كده بيعملوا لهم سوالينج اكسرسايز بحاجه اجهزه بحاجات معينه بيعرضوا عليها وستيميليشن للبورو فالنس ومره في مره سوالينج بروبلم دي بتتحسن. الميديكيشن هقولها بقى كمان شويه الفيدنج تيوب اللي هي نزل جاست تيوب رايل او الجاستروستوم تيوب لو انا عندي مشكله فوق سوالينج ديفكت زي ما كنت بقول او بليت ليبس هيتصلح هركبه لغايه ما اخلص من المشكله دي. اخر حاجه سيرجي طبعا لو في اكوجيت ابنورمالتي او لو عندي سيفير ريفلكس ما حسيتش حالات ال الميديكيشن بتاخدها بروجرامينج دراجز بتحسن الجي اي تي موتيلتي الاتش 2 بلوكرز اللي بتقلل الاسيديتي اوف الاستومك زي الكريت دي وثالث حاجه البروتين بامب انهبيتورز ده اللي بينهبت الاسيديتي بتاعت الاستومك زي الاوميبرازول والاسكوميبرازول. فاهمني بقى عايز اقول ان احنا التشخيص بتاع خليني اقولها ولا بالنسبه للست خالص بس الحالات اللي هي عندها ريفلكس او اسبريشن عموما مش بس ريفلكس محتاجه تيم مننا كلنا محتاج بس البلمولوجي هيعالجها محتاج حد هيبراتولوجي هنقرر مع بعض هنعمل ايه انفستيجيشن محتاجين كذا مره قلت زمان في سبيتش ثيرابي بيعملوا لنا تعاون كويس قوي معايا بيفولو اب للعيان التحسن بتاعه او لا والاكسرسايز لسه قايلينها والف شكر لحضرتك. So this was the first scenario about a baby who has chronic cough and the reason is not asthma, the reason is chronic aspiration. What are the clues in the history and the examination and what are the necessary investigation? Let us shift them to scenario number two and I'm inviting my dear colleague, Professor Mohammed Abdelrazek to speak about the second scenario. وهي في قمة الهدوء لغاية ما توصل السفينة برد
كثيرا. ويعني شرفتني انه سيريا هالي بقولها سيريا هالي انت عايز تكيف عالي ولا واطي بصفك حرام شو تقلع زاكي شو تقلع زاكي شكرا لك شكرا لك ويلبس زاكي بعد لأنه لولا حضراتكم احنا ما كناش هنعمل حاجة والضاين كده انا مستاذ الدكتور عارف ان السي اي وساعة هي مختلفة على الهوا على الهوا هو السي اي اللي هيقدمه حضراتكم عشان هناخد اول سلايد وبعدين هنطلع البريبريشن بتاعنا وبعدين هنبتدي نراجع السلايدز وفي كل نقطة هقف عندها حضراتكم اللي هتتكلموا احنا مش هنتكلم احنا هنتكلم بره فنبتدي ديفرنت سيناريو علي ميل ايج 14 months يعني CRWs 4 months is history of dry cough. The cough will be worse with effort during the night, early morning. The last 3 nights, I can't show you no خالص. خد أدوية كحة عادي ويطور له بكح مفيش improvement وخد مدير بس برضه مفيش improvement كانش معاها fever كانش معاها nasal symptoms وهو دخل الحضانه من 6 شهور فاتوا يعني الانطباع العام اللي سيناريو لسه هيكمل بس الانطباع العام from the first slide رأيكم ده اللي يقولوه مصري هيكمل مصري مصري فورن بودي في حاجه تاني طيب في فورن بودي وفي ازمه مش كده؟ طيب اوكي احنا هناخد السيناريو بتاع الازمه ونشوفه يمشي ولا لا هيطلع فورم بودي كوتش كوتش كده احنا خدنا التو سيناريوز يعني هنوقف عند 42 مانث دي نص سانسي اللي هو احنا بنتكلم على حاله ازمه ولا لا هذه نقطة فوكسية معينة من كلاسيفيكيشن بتاع تايم بيز كلاسيفيكيشن احنا بقينا في الليت موست لو افترضنا ان هي اذا الليت هنا لو لو احنا مشينا شويه وخدنا الفور مانس هيستوري اوف دراي كوف هل دراي كوف دي بتفرق معانا ولا ما بتفرقش؟ يوجوالي اغلب الاسباب بتاع الكرونيك كوف برودكتيف كوف انما الازمة يوجوالي بتبقى دراي كوف which means ان دراي كوف دي بتريجر بالنسبه لي الازمة بعد كده بيقول ان هو مع المجهود بيتعب بالليل اكتر لما يقوم الصبح عايزين انها ماشيه مع الازمه اكتر منها ميبي يبقى فعلا في الفورم بودي نفس القصه خد ادويه مونتروجاست وخد دواء مفيش نتيجه بيقول ان مفيش فيفر ومفيش نيزل سيمبتومز هو عايز هنا يشيل ايه؟ يشيل اي حاجه ابر ويشيل اي حاجه ريكارنت فايرال ويشيل اي حاجه زي البرايمال سيريس كانيزيا يعني هو بيحاول يشيل كل الكلام ده هو من الديفرنشال دايجنوز لان احنا برضه لما قلنا انها ازمه المفروض هنقول ده يعني موستلي ده كرونيك افترام دايجنوز انها بقى لها اكثر من اسبوعين وهنبتدي نفكر في الديفرنشال دايجنوز اللي هو بيبتدي برايمال سيريس كانيزيا ثم البرونكولوريس بليزيس فيروس كولوز حاجه هارد رينج امين ديفيشنسي الكرونيك كونتراكت ازمة يعني في مجموعة من الضغط هنا وداخل الحضانة من 6 شهور بس هو رغم ان هو داخل الحضانة من 6 شهور اللي هنا مفيش upper respiratory يعني هي بتريجرد بدون upper respiratory full term pregnancy cesarean section هل في حاجة نقولها تفيدنا تشخيص الازمة؟ ان هو cesarean section اوكي طيب breastfed only for 2 months. Okay. Treated, sorry, وفي عنده dryness وإكتما وإثيما sorry. يبقى هتفيدنا في أي واحد فيهم for good ولا أزمة؟ أزمة. الأزمة. لأن هذا the past history of atopic disease. خد كورتيزون اوكي ما فيش history of contact مع تبروسيت بيرنوز مشكلته لازم ادور على الكونتاكت ده فيرست يعني قبل من اي ما افكر في دايجنوزس او افكر في انفستيجيشن او لازم ادور على الكونتاكت فهو بيجيب فيه اللي بيبعدني عنه من اللي فات ده احنا بنتكلم في حاله ابتدت مش زي ما استاذتنا قالت سينس بيرس سينس بيرس ده انفلاك هنا ما ابتدتش من سينس بيرس يبقى برضه عمليه اكسكلوجن خصوصا من الحاجات
الرطوبه فوق كده. هتفرق معانا؟ تفرق في ايه؟ نوع البحر. ايه الجو؟ الهيوميديتي بتسيطر عليها، بتنور وبتنور. الهيوميديتي هنا ايه وهنا ايه؟ طب بحر ابيض وبحر احمر. من عندك تقول الله هو الدكتور الازمه ده ما كانت ده ما سمعش ده ما عملش شيء.
احنا جربنا بورسعيد ما نفعتش، ارجع السويس. طب ما يروح الزقازيق، يجي الزقازيق وخلاص. اقول لحضرتك الرطوبه اللي في الجو بقى هيرجع من بورسعيد يروح السويس. كان كان الاسبوع ده عشان تبدا انت، احنا زي في وقت كافي جدا للدسكشن لكل سيناريو. ايه لا خلاص، احنا او بيرنت انديكيشن هندخل بقى على الانديكيشن، هنديله طبعا السيرفشن اكيد هيجي سيرتمول والديزاين طبعا Yeah.
Avenue number 3, and I am inviting my dear colleague, Professor Magda Hasaballah, to speak about this scenario. بعد كده في حاجه ثانيه
ما عندوش بوكسز، ما عندوش. لو انا بدات اعمل اكزاميشن ما فيش كلابينج، ما فيش تست ديفورمتي، ما فيش فايت ستريس، ما فيش حاجه بوينت للكف معين، ما فيش حاجه بتقول لي ان ده يبقى دي حاجه نون سبيسيفيك. يبقى دي بسميها ايه؟ سبيسيفيك كف بوينتس سجست اي حاجه ثانيه. الحاجه المهمه بقى هنا اللي هي لازم كف ريزولفنج following 2 to 4 weeks course of an appropriate oral antibiotic. طبعاً كلنا احنا كنا دايماً أكيد نستخدم antibiotics والأبتوزم antibiotics وبدأنا فعلاً نقلل منها. بدأنا دلوقتي نقول يا جماعة لا مش كل عين بكحة ولا عين بكحة بكحة نستخدم antibiotics. لا أريانا دلوقتي نقول في حالات فعلاً indicated أن الطفل عندي بكحة أكثر من 4 أسابيع. يعني الطفل بقى شهر ونص بكحة والكف دي بس فيها حاجة ده إيه بكتيريا ما فيها أورجانيزم. طيب هنا بدأ بقى في الدايجنوزيس هنعتمد على إيه؟ هل كل طفل هعمل له هاخد منه؟ طب أنا دلوقتي لو خدت سبيوتم هل سبيوتم ده سيست دايجنوستيك اللي طلع لي عنده أورجانيزم؟ ما هوش كومن، ما هوش دايما، ما هوش دايجنوستيك. بدأ أقول ممكن نعمل إيه؟ بروكو ألفا لافاش وبعض الحالات وهنتكلم دلوقتي إمتى بنعملها. ايه الباثولوجي او الاتيوبي الاكيو باثوجينيز بتاعها؟ يبقى في عندي هنا هيموفيلس انفلونزا اللي هي النون تايب او هيموفيلس انفلونزا، الحاله الثانيه اللي هو ستريبتوكوكس نيموني والبروزيليا اكتاليس، اللي هم الثلاثه دول اكثر حاجه. طب ليه العيانين دول بيجي لهم المشاكل دي؟ ممكن يبقى عندهم في بريسبوزن فاكتورز اللي هو الميكوسيليار كليرنس بتاعتهم امبيرد، او في عندهم سيستمك ايون فانكشن ديفكت بس ما هياش حاجه وظاهره قوي. وكمان حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ البكتيريا نفسها بتعمل حاجه اسمها بايوفيلم. بكتيريا بتسكريت ماتريكس حوالين نفسها تساعدها على الانفلتريشن للاير ويز وكمان تمنع دخول او ايه بنتريشن اوف انتيبايوتكس للاريا دي. يبقى الماتريكس بتعملها، يبقى بتعمل حاجه اسمها ايه؟ بايوفيلم. البكتيريا دي اللي هي هيموفيلس انفلونزا اكتر حاجه، اللي هي نون تايب او هيموفيلس انفلونزا هي دي السبب واللي اكتر حاجه وهي فيرست اورجانيزم، وبتعمل لي البايوفيلم وبتحمي نفسها وبتمنع البنتريشن اوف antibiotics. الكلينيكال فيوتشر زي ما احنا كنا قلنا دلوقتي ان هو ممكن يبقى الطفل بتبدا من سن 10 شهور لغايه سن 14 او 5 سنين، ممكن نشوفها كمان لغايه سن ايه 12 سنه. اهم حاجه فيها ان الطفل تيبيكالي لوك هيلثي، طفل سليم ما عندوش اي حاجه، خلاص الديفلوبمنت بتاعه ما فيش اي مشكله، ما عندوش حاجه. وما عندوش كمان اللي احنا قلنا ايه المانيفستيشن بتاعت الكورونا سبب الراوند ديزيز. ولو انا ايه بقى مشكلتهم الاطفال دول اوفر لاب مع الازمة. ليه عندهم في الازمة؟ لان ده عنده سكريشنز، فالكحه عنده بتزيد بالليل يبدا ينام مع البوزيشن ده. يبقى في هنا بوزيشنال كف، مع بيغير البوزيشن تبدا الكحه تزيد عند العيال. الازمه برضه عنده الكتب الكف. انما الفرق بينهم هنقول دلوقتي في جدول كده الفرق بين ايه الازمة والبروتراكت الكف. ده الفرق بين الازمة والبي بي بي. هنا عندي دراي كف هنا بس الازمه برضه احيانا بتبقى في ويت ازمه هي شكيس بس انها كومن هنا بتبقى دراي هنا بتبقى ويت هنا بتبقى دكتورنا هنا مع الشيت كومبوزيشن هنا الطفل ده بيبقى عنده شورت ديسكوبريس نبض الكف اللي هو بالعين الاسفلي اما العين اللي هو بتاع الجي دي دي ده عنده ايه بيبقى عامل زي كانه جاسم يبدا يكح لدرجه ان هو هيحس ان الطفل ده ستريس وايه وجاسم. لو هنا هسمع ويز هنا بسمع طبعا اللي هي الكراكلز او راتلينج صامت. اهم حاجه عندي هنا امبروفمنت مع الانتي بايوتكس. انما بالنسبه للازمه زي ما استاذ الدكتور قال لنا دكتور محمد قال لنا يبقى امبروف ايه افضل انهيليشن في كورتيكوسترويدز. دكتور محمد كان قال لنا بندي كورتيكوسترويدز ونشوف عيان كدايجنوستيك. هنا بتتحسن مع الكورتيكوسترويدز انما التاني ده بيتحسن مع الانتي بايوتكس. ده اللي هو السكوتش جايد لاينز قال لنا ان هي الالترنت في الازمه لازم على طول قبل ما اشوف عيان عنده المشاكل دي او عيان عنده ازمه لان لقوا تقريبا 40% من الاطفال اللي مشخصين ازمه طلعوا بي 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 40% منهم بي بي بي. الجولد ستاندر طبعا هنا اللي هو ايه؟ فليكسبل برونكوسكوب واخد بال واشوف الاورجانيزم اللي عند العيان. طب انا دلوقتي اي عيان بيكح بقاله 4 اسابيع حد اعمل له بقاله طبعا ده هو ايه؟ بدأوا قالوا لا مش هنعملها من الاول ممكن ادي العيان كورس انتي بايوتكس ولو العيان اتحسن ولا كنت بكمل انتي بايوتكس بتاعي ده دايجنوستيك. لو العيان ما اتحسنش او حصل له تحسن ورجع تاني 3 مرات ريلاكس هعمل له بروكوسكوبي. في بعض الاهالي
اعمل خلاص لو الام خدت القرار فعلا لو الام خدت القرار اعمل برونكوسكوبي ادخل اعمل برونكوسكوبي واخد برونكو ادخل الغاز واشوف الناس بقيت واشوف الاورجانيزم يبدا التريتمنت بتاعنا وانا بدات التريتمنت هنا اكوردنج ايه على على ناس سابيرنس ريفير شكرا طبعا السيناريو الايتم بتاع الكونتراكت البرسيه البرونكايتس هو ايتم بيلفت نظر العين على كل دلوقتي الويدكاف اللي بتحبس الافراد وبتكمل اكتر من اربع اسابيع واحنا عندنا عدد كبير من الافراد وبيقول لنا دلوقتي ادفانس ستيجز اوف برونكايتس الكوز بتاعه في الاخر هو كان بروتراكت البرسيه البرونكايتس اتقال لازم يتعالج في المرحله الاولى لانه ياخد السوشيال كورس وبتاكسوليس السوشيال دكتوره ماده قالت الحقيقه يحصل ممكن تخيول قبل ما نوصل لمرحله البروكس البروكيزز اللي هي بتبقى ريفرسبل لو سلايدر الحقيقه تو بريزنت فور يو ري فورس سيناريو انتوا بتدوروا عليه فورس سيناريو ده من اول سيناريو افيليت شايلد عمرها 30 جتلت في البيولوجي كده مع هيستوري اوف ريكارنت اتاكس اوف وايت كاف فور ويتش ريسيفت ميني كورسز اوف اورال اند انجكتبل انتي بايوتيك والحقيقه الحاله دي لما بتجي لنا العياده بيبقى الام معاها قائمه من الروشتات فيها اكثر من اربع خمس انتي بايوتيكس اورال وعملت كده الواحده الامهات لقيتها واخده حوالي 42 انجكشن انجكشن وعايز اقول لكم ان نص الانجكشن دي ذا سيم تايم بس بديفرنت براندز شي ذا سيرف انفيرس اوردر اوف انكونسينس مانج She's attended daycare center since the age of 1 year. دائما الحضانة متهمة وهي فعلا متهمة. First 1.5 years of life, she has no significant health problem or report. دكتورة قال ما رحناش عيادة الدكتور من أساسه أول سنة ونص من عمرها. بالجملة دي احنا we are excluding something. Excluding مجموعة من الكونجنتال انوميز اللي ممكن تكون موجودة حالة الاسبيريشن حالة الانوميز في الابر ايرواي او اللور ايرويز at least بالجملة دي احنا استبعدناها ولو partially. It was told that her child was diagnosed as asthma 6 months ago. الاشخاص العالمي بيجح اسمه بيجح اسمه. And she's already on inhaled steroids twice daily in addition to leukotriene modifier once daily. تعمل عليها وتاخد العلاج in time. But she was still suffering from frequent attacks of uncontrolled weight cough and dyspnea in spite of good compliance to treatment. لما نخرج من المرحلة دي نقدر نفكر ازاي؟ is it asthma؟ لا. طب وليه مش asthma؟ ليه مش asthma محتاجة جرعات أعلى؟ ليه مش asthma محتاجة precipitating factor؟ ليه مش asthma محتاجة comorbid condition؟ تقول دي احتمالات؟ Why not? لما lack of response دي اللي هي الستيرويد is this against asthma؟ لأن انت ممكن تكون محتاج ترفع الجرعة أعلى محتاج تكون تشوف العيان ده جاهز عنده سموك الفزر جاهز عنده حاجة في البيت احتياج ببيتس جاهز من شخص سيفير أزمة ومحتاج جرعات أعلى جاهز نون كومبلاينت تريتمنت لغاية كده انا ما عنديش مشكلة فممكن تكون ازمة فعلا ومحتاجة بس تو ادجست التريتمنت او نشوف ايه الانفايرمنت حواليها ماشي ازاي. ايه الكلوف الاسسمنت بتاعت هذه الحالة؟ اولا شي واز نورمال ان ذا فيرست تقريبا 2 years of her life ما كانش عندها اي مشاكل على الاطلاق. نمرة اثنين مفيش عند هذه البنت اي حاجة من الأبون سكين الرجي ما عندهاش نيزل سيمتومز مفيش فاميلي هيستوري وتشيكس ده اللي اخدناه بعد كده مع الام. Incomplete response to asthma medication in spite of good compliance. انا بعتبر ان مفيش response to asthma medication stop. وارجع بقى احط نفسك في الاطار انت اسمك وعندك مشكله محتاج تغير الميديكيشن محتاج تعمل ستيب اب لان الازمه بتتعامل معاها ستيب وايز ابروتش محتاج ترفع محتاج بس الاول كونفيرم ذات شي از اسماتيك. الوقت من غير ما العيانه ده كان وزن نورمال ما عندهاش اي حاجه كلوبينج سلايتلي تكمل لكن الحاجه اللي كانت مميزه جدا جدا علينا ان الفايندنج على الشيست ار لوكالايزد This is functionalized asthma is a general condition. بس ده ليش انا ممكن اسمع ويزز في اليمين اعلى مما سمعت في الشمال، لكن لازم اسمع في الحيطين.
اذا لقيت العيانه بدات عندها لوكالايز ديفايد ان وان سايد اونلي لا يمكن تفكر انها اسمك وانس اونيفر، لازم تدور على اي سبب اخر. عملنا تشيست اكسري وبرغم ان انا سامعه ويس على رئه مش سامعه ويس على الرئه الثانيه، لكن تشيست اكسري از نورمال. المرحله دي ايه الاخبار؟ اوكي دكتوره بتختار سي تي تشيست ووز اكريموس Thank you.
اللعب الصغيره دي اللي احنا بنجيبها لاولادنا ومبسوطين بيها قوي قوي قوي، مش كلها كارثيه، الاطفال صغيرين اقل من 30 سنه اشرفكم على سنكم. وكمان بقى صديقنا الصدوق الفولسفيني، انا لو قبل لكم ابناء الاطفال اقل من 30 سنه هقول الفولسفيني هقول سسبكت على الشخص السيء. اولا الاطفال اول 3 سنين من عمرهم فكر فيهم بشده لو عندك كرونيك كوينت كاف مش ريسبوندنج. الهيستوري اللي هو اساس شغلك لان اوبرنتال ريبورت اوف ان اسبيريشن ايفنت شودنت اسواي يو اواي فروم كونسيدرينج ان ده فورين بوشن سواي اولا لكن الاولى اجابته لا خد بالك. هاويفر الابيسود غالبا بيكون حصل ومحدش يقدر عليها او لما نبدا نضغط على الاهل عشان يحصل هذا الاعراض. Not all cases of aspiration are of acute obstructive variety. وما قالت لي انا كنت في المطبخ الدكتوره وسمعتها بتكح قلت لها في ايه في ايه؟ اخواتها قالوا لها مش حاجه يا ماما بس هي دي حاجه كحه شديده. However it's more often present with history and initial episodes of shocking and coughing with subsequent respiratory symptoms. ده بيعتمد على chronic cough, wheezes, stridor and pneumonia. الكلام ده في الهيستوري. What about the examination? The most common physical finding that I've been decreased abnormal breast function of breast matches. The medical doctor of the the model of comparison of the air entry between two sides. Unilateral diminished breast count were found to have sensitivity of 75% to 79% of specificity عالية جدا لتشخيص هذا الكلام. Localized unresolved fat chest find أنا سمع فاينل كونسولين التلفزيون في الحتة دي ما بتروحش. سمع ويس في الحتة دي ما بتروحش. خدنا أنتي بقول هذا الموز يمثل مشكلة. لكن الابسنس اوف سيمبتومز اند ساينز دازنت رول اوت ذا بوسيبيليتي اوف فورين بوشي لو الهيستوري اوف اسبيريشن از سجستد. انت مش متاكد من الهيستوري مش واضح قوي بالنسبه لك. وات اباوت ذا انفستيجيشنز؟ للاسف الشديد الشيست اكس راي في غالبيه طبعا الفورين بوشي في غالبيه الاحوال ما بنعرفش نشوفه لان هو بيكون ريجيوسن بس ذا بي اسوشيتد انه يعمل سم فورم اوف اير دراجن. الهواء بيدخل خلال الاسبيريشن ما بيعرفش يخرج خلال ويحصل air dripping أو يحصل athlexis أو يحصل consolidation. Unilateral emphysema or athlexis are the most common finding. لكن خد بالك 50% من الأطفال في الشيست إكس راي بتاعتهم العادية دي من الأنورما. طب احنا هنعمل إيه؟ ناخد بالنا not because the chest X-ray is negative doesn't mean that there is no foreign motion. It just means in your job it's more difficult. إن احنا بس نكون أكبر عشان نوصل للمشكلة. 50% of known cases of aspiration will have normal chest X-ray. What are we going to do? We're going to do 10 things. Number one, the position. That, in order to the reality, will be expanded of focal consolidation or collapse. لو كان أناهي مضطف بالشكل ده ناهي مرة على الجنب ده مرة على الجنب ده هنجد الآتي في air trap بدأ يظهر في left lung confirming in the element of obstruction. دي بنسميها the cuteness X-ray. لو انت ما عملتهاش وحسبت على الاكس راي العيان ما تلقصت لا شيء. اعمل انسبيراتوري اند اكسبيراتوري فيلم بمنتهى الاهميه. ده الانسبيراتوري فيلم انت مش شايف اي حاجه خالص. تعال شوف الاكسبيراتوري فيلم. ده المنظر بتاع الاكسبيراتوري فيلم الحقيقه لما تلاقي في ديسكريبنسي بين الفاريشن اوف بوست نوت في الاكسبيراتوري فيلم الحقيقه دي ديجنوستيك اوف سامثينج اوبستراكشن في اير واي. وحديثا دلوقتي موجود عندنا بالفلوروسكوبي ده بنستخدمه لما بيكون عندك هاي انسنس او هاي سسبيشن في فور بوتي والاكس راي بتاعتك بتبقى نورمال. ده عباره عن دايناميك ستادي يشخص لك الاوبستراكشن والاير تراكنج. والجولد ستاندرد في الاخر هو الترومبوسكوبي زي ما اتفقنا. لو انت عندك كرونيك كف ومش عارف توصل لتشخيص معين والطفل بيقع في الايدج بتاع فيرست 3 ييرز وده ديفينيشن كف اكتر من اربع اسابيع وفايندنج لوكالايزد بليز لا تجعل النورمال اكس راي تحول بينك وبين عمل البرونكوسكوبي. لازم تبع الاشكال الريجيد والفايبر الريجيد والفايبر اوبتيك برونكوسكوبي وده بنقدر نشخص بيه. وده دلوقتي حاليا موجود في جامعاتنا موجود في جامعه القاهره في تيم بيشتغل واحنا حديثا بقى عندنا منظار ريجيد برونكوسكوبي بيشتغل عليه تيم كبير وكول 24 اورز. من المودل ديسكشن اللي احنا عملناه دوت احنا ممكن نطلع بيه كرونيك بالمودري اسبيريشن remains a diagnostic and therapeutic challenge and need evaluation of aero digestive system by مجموعة من تيم زي ما الأستاذة الدكتورة هالة قالت كده. Therapeutic trial with low dose of ICS and as needed SAVA if asthma is a high possibility زي ما الأستاذ الدكتور محمد أشار فيه. In a child with chronic with
القف وزود symptoms and signs such as another diagnosis, فكر زي ما استاذه الدكتوره اخذ قالت protected bacteria bronchitis should be suspected. And if all children should receive 4 to 6 weeks of antibiotics, لو انت مشخص protected bacteria bronchitis, lack of parent report to their parents, our foreign body aspiration shouldn't sway you من considering everything before watching in the child. اللي clinical pictures suggest الكلام ده dependent upon the age will localize finding. High index of suspicious in any case of chronic cough, especially if we have red spirit, اللي كلمتنا عليها الأستاذة الدكتورة هالة في أول session. Refer to pediatric pulmonology. Any case of chronic cough, if no definite clue for diagnosis. مش هيك إطلاقا هنا مش عارفين حتى هم حدد to refer ونعرف what is going on. Before ending the session, I would like to thank my dear colleagues, Professor Dara Hamchi, Professor Adnan Hassawala, and Professor Mohammed Abdelrazik for chairing me this session. I hope that it will be useful, and we are ready now for any questions about any scenario. And thank you. Yeah.
شيء تبعه. Virtual City ده يصور و60 يجيب الـ airwaves من جوه كمان كل الداخل بالظبط.